رح نحكي عن الأمور الأساسية الخاصة بالسيستم الخاص بالمجوهرات. بالبداية رح نحكي عن كيفية إنشاء المستخدمين وإعطاء المستخدمين سماحيات متعددة. عنا بعد الدخول إلى المين بيج ننتقل إلى الفورم اللي اسمه يوزرز. اوكي، بلاحظ انه عندي عدد من المستخدمين. طبعا كونه سجلت الدخول انا باستخدام الاي دي 10030 معناتها انا المستخدم اللي اسمه ادمن. طبعا الادمن ما فيني اعمل كنترول على هذا الاكونت من هون. بقية الحسابات ممكن اي حساب اني اعمل له ادت، شوف شو هو الباسورد، غير الباسورد. طبعا دائما بيطلب مني ادخال الباسورد مرتين حتى ما انساه. غير الباسورد، غير اليوزر نيم، في عندي شيء اسمه الاكسس ليفل اللي هو بينقسم الى 3 اقسام رئيسية: الفول، ميديوم، لو. طبعا هلا هالمستخدمين الثلاثة هدول رح شوف كل واحد شو فيه يعمل اذا وضعته ضمن مجموعة. اليوزر هيدا جديد راح احطه ضمن اللو ليفل. اوكي، طبعا اي يوزر بدي انه يكون اكتف على السيستم بعطيه الخيار اكتف. اذا بيوم من الايام هذا الموظف ترك الشغل عندي بالمؤسسة بإمكاني إني أعطل الدخول باستخدام هذا الحساب بدون ما أحذف الحساب. طبعا لأنه ما فيني بعدين أحذف الحساب كونه راح يكون في ترانزاكشنز عاملة باسمه. أوكي، فبعطله من هون. هلا راح أخليه أكتب. طبعا الإديت والديليت بيرميشنز هي خاصة بالفواتير، إذا فيني أعمل إديت لفاتورة او ديليت لفاتورة سواء كانت فاتورة مبيعات او فاتورة مشتريات. طبعا هذا المستخدم كونه لو ليفل ما راح اعطيه الاديت والديليت بيرميشن. اوكي، بالنسبة لليوزر الثاني راح اغير كمان الاسم، خليه ميديوم، الباسورد للستة. اوكي، اكتف. واليوزر الثالث راح اسميه مانجر، بس عم بتأكد من الحساب. طبعا هو فول، هو فيه يعمل ايديت وفيه يعمل ديليت. اوكي، بلاحظ انه دائما عندي شيء انا بالسيستم القسم العلوي منقسم الى الخانات اللي خاصة بالنيو اكاونت. يعني اذا انا هلا بدي اضيف يوزر رابع نسميه اليوزر 4 باسورد معينة، مثلا بدي اعطيه فول ولكن بدون ايديت وديليت، بضغط على اد. فدائما رح شوف بالقسم العلوي كلمة اد كلمة نيو. اوكي، كلمة اد لاضافة يوزر جديد. اذا بعبي معلومات بستخدم النيو لإفراغ الخانات وإدخال مستخدم جديد. طبعا في حال كان في خطأ في الإدخال أو بدل ما أمحي كل خانة لوحدها بعمل نيو مباشرة. طبعا بعد وضع البيانات بضغط على آد. أوكي، رح أضيف كمان يوزر، طبعا هو عدد لا محدود. عندي دائما بالباسورد رح يشترط انه تكون الباسورد على الاقل 6 محارف. اوكي، هلا لو اني جربت دخل اقل من 6 محارف ما راح يمشي الباسورد. طبعا الازرار اللي شايفها هون بالقسم السفلي هي بتخص اليوزر اللي عامل عليه سيلكت. اوكي، يعني هلا انا عامل سيلكت للمانجر، فيني اعمل اديت للمانجر. اوكي، ديليت
بعمل ديليت للمانجر. اوكي يوزر ديتيلز بعمل بحط الديتيلز الخاصه بالمانجر. اوكي راح اعمل اديت للمانجر. شو هي الباسورد؟ هيك فيني اعرض الباسورد. طبعا كونه انا ادمن فيني اعمل اديت لاي شيء. اوكي راح سجل خروج وادخل باستخدام الحساب 133. اوكي بشوف انه هذا الحساب بشوف نفس الواجهات اللي بشوفها الادمن. اوكي يعني اذا مثلا بنشوف الفواتير بشوف انه فيه يعمل اديت على فاتورة معينة. اوكي بينما لو سجلت الدخول باستخدام 133-32 شوف انه اقل. هذا الاكسس تبعه ميديوم. اوكي وال 131 مثل هذا السبعة وضع هذا الباسورد ما بيطلع عنده الا البي او اس والصندوق. اوكي اذا هذا فيما يخص اليوزر اكاونت. طبعا انا لو انه دخلت بحساب فول كنترول طبعا 133 او بامكاني اكتب اسم الحساب. شوف هون عندي بيطلع اسم اليوزر نيم والبوكس نيم طبعا اللي عم اشتغل عليه. طبعا هلا انا كيوزر اسمه مانجر معه فول ليفل معه الاديت والديليت بيرميشن. فيني اعمل اديت على البيانات الخاصة فيني. طبعا اذا ما بدي اعدل ما بدي اعمل سيف بعمل ريتير. اوكي بلاحظ انه انا ولو كنت مانجر معي كل السماحيات ممنوع شوف الباسورد الخاصة بمستخدم ثاني ولا عدل اي شيء الا المعلومات الخاصة فيني انا كمانجر. وانما حساب الادمن اللي هو ما حدا فيه يوصل له طبعا. حساب الادمن هو اللي بيملك قدرة التحكم بهالحسابات كلها. اوكي يعني كل حساب فيه يغير الباسورد الخاصة فيه فقط ولكن حساب الادمن يمتلك الوصول الى كل حسابات. طبعا هذا الشيء الوحيد اللي بيميز الادمن عن اي يوزر معه كل السماحيات. اذا في اعلى من المانجر هو الادمن ولكن ما حدا فيه يوصل له. فصاحب المؤسسة هو الوحيد اللي بيطلب الباسورد الخاصة بهذا الحساب الادمن ومنه بيخلق عدد لا نهائي من الحسابات. اوكي بلاحظ حتى انا ما فيني اضيف مستخدمين غير المستخدمين الموجودين حاليا. اوكي هذا كل ما يخص اليوزر اكاونت. طبعا فيني دائما انا شوف اي عملية مين هو المستخدم اللي قام بهي العملية. بلاحظ انه هاي الفاتورة اللي عاملها هو اليوزر اللي اسمه ادمن. هاي كفاتورة مبيع فواتير مشتريات مثلا ما عندي فواتير مشتريات. اوكي لو فت على التقارير اي شيء ضمن التقارير بامكاني يشوف. طبعا هلا عم نقول مشتريات ما عندي مبيعات مثلا مين اللي عامل هاي المبيعات اليوزر ادمن. اوكي لانه في التاريخ شوف كل الفواتير لحد الان ما حدا عم يفوت على هذا السيستم الموجود عندي على الجهاز الا المستخدم ادمن. طبعا هلا انا فايت بحساب تاني بس ما عملت عملية مبيعات. في حال عملت عملية مبيعات مثلا اوكي وطلبت تقارير المبيعات رح شوف انه عندي فاتورتين عامله المستخدم اسمه أدمن وفاتورة عاملها مين اليوزر اللي اسمه مانجر. طبعا فيني فلتر أي شيء ضمن التقارير أو ضمن الفواتير أو أي شيء حسب اسم المستخدم. إذا حبيت أنا أعرف فواتير اللي باعها فقط هذا المستخدم أوكي بعرف هذا المستخدم شو باع شو عامل عمليات مشتريات شو مدخل اتشيكات أو مثلا حتى التقرير اليومي أو الآخرية دائما بس فيني اعرف
هذا اليوزر او فلتر عفوا حسب هذا اليوزر.